فرع الجزيرة مع مراسلنا محمد طه من النادي الأهلي. اتفضل يا محمد. لما برحب بيك وتحيه طبعا لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد هي مباراه مهمه زي ما حضرتك اتكلمت، وبالتاكيد الجماهير هم كلمه السر، وبما ان الجماهير اللي هتكون متواجده في ملعب المباراه هتكون بتؤازر الفريق، ايضا هناك جماهير اخرى داخل الجزيره هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره سيتابعون المباراه، وكعادتهم جماهير الجزيره واعضاء الجمعيه العموميه يتابعون المباراه امام الشاشه الكبيره. لكن كيف يرى الجماهير وكيف يرى اعضاء الجمعيه العموميه هذه المباراه؟ معنا بعض الاعضاء يعني نستعرض معاهم هذه المباراه وكيف يرونها. في البدايه برحب بحضرتك، وبالتاكيد مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، ثلاث نقاط ان شاء الله نحصدهم اليوم، شايف ازاي المباراه من وجهه نظرك؟ مباراه صعبه، الفريق الجزائري فريق مش سهل، كان كله بيتكلم على فيتا كلوب والاهلي هم اللي هيترشحوا، الفريق اللي عقد المجموعه، نتمنى من النهارده التوفيق لكل اللعيبه في الهجوم، كل الفرص اللي جالهم حاولوا يحطوها جوان، والتركيز للمدافعين عشان ما يخشش فينا جون يعقد الموضوع بشكل كبير. اتمنى التوفيق لازار واجاير رمضان صبحي حسين الشحات حسام عاشور عمرو السوليه لهم دور كبير قوي النهارده. يعني خط الدفاع ايمن اشرف وسعد سمير لازم يكونوا رجاله لان وراهم حارس يمكن ده ثاني ماتش يلعبوا ككره افريقيه علي لطفي، فنتمنى لهم التوفيق والتركيز، اهم حاجه ما تدخلش فينا جون، والتوفيق يكون مع المهاجمين، احنا بنضيع فرص كتير قوي بنضيع جوان كتير قوي، اتمنى النهارده بس يكون التوفيق مع المهاجمين ويركزوا من انصاف الفرص نجيب جون او اتنين نحل الموضوع ونحل المشكله خالص بعيد عن ما نستناش نتيجه الماتش التاني، ما نستناش نتيجه الماتش التاني. الهدف المبكر شايفه في هذه المباراه مع صعوبتها هيكون افضل ولا الهدف المبكر؟ احنا نجيب جون لازم تجيب التاني. الفريق الجزائري فريق مش سهل، في اي وقت تجيب فيه جون عقد المجموعه، هتجيب جون وهتنام عليه الموضوع انتهى. فلازم نجيب الجون الاول والثاني، كده هيريح اللعيبه وهيلعبوا باريحيه كبيره. هنجيب جون وندافع عندنا مشكله لغايه الدقيقه 90، فربنا يكرمنا ويوفقهم. بس سريعا كده شايف ازاي المباراه وشايف ازاي ممكن سيناريو المباراه يمشي ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله المباراه رجاله النادي الاهلي عارفين بيبانوا في الوقت ده، اللعيبه ان شاء الله قد المسؤوليه، و شايف 3-0 ان شاء الله انا واثق من الفوز، يعني ان الاهلي في المباراه الصعبه والاهلي فريق كبير، فريق بطولات، البطوله دي بتاعتنا، اللعيبه دي المفروض وصل لها ده من الجماهير ووصل لها دي من الاعضاء، ما حدش مأثر مع اللعيبه في اي حاجه في اي مسانده، والجماهير النهارده ال 15000 تقريبا هيفرقوا جامد، يعني حضور الجماهير النهارده في استاد برج العرب هيفرق جامد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا باذن الله. شكرا. يعني كابتن اسلام زي ما انت شفت يمكن الحماس هنا ايضا موجود داخل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بالجزيره، نتمنى ان شاء الله ليله اهلاويه باذن الله. الان اعود اليك على امل ان شاء الله في تغطيه اخرى بعد قليل.